كان زمان مفيش عروسة تتجوز في سيوة إلا وتزور وتتبارك بعين العرايس، ودي واحدة من عشرات عيون المياه الطبيعية واللي كان بيغني لها السيويين أغاني مخصوص في وقت تطهير العيون، زي ما بيغنوا للجواز والموسم جني البلح وحصاد الزيتون ونزول المطر والحج والأعياد المختلفة. عادات تقاليد سيوة، كان العروسة تيجي قبل غروب الشمس بعد العصر في زي مغسلة، العروسة بتتوضى والعريس بيجي بالليل مع أصحابه كده طبلة وزمر وكده، فبينزلوا في العين. بس الحاجات دي طبعا يعني لما الثقافة اتغيرت فما بقوا ايه، خلاص أي عين بيروحوا بينزلوا فيها. يرجع تاريخها لقد ايه زمان؟ لا قديم، أكتر من 100 سنة. أكتر من 100 سنة بس انقرض من 30-35 سنة. هي عمقها كبير يا حاج علي، عمقها يعني يزيد من 10 متر، اكتر من 10 متر. ولكن الميه بتجري على طول، هي بتسقي الارجنين بتاعت المنطقه دي كلها. المنطقه دي بتسمى ايه، منطقه طبوسي. لكن شهرتها باللغه العربيه بنقول ايه، عين العرايس. في كم عين اصلا في ال 226 عين، غير الابيار، غير العيون اللي طلعت الجديده، غير البير اللي هو اتحفر يدوي. ده محفور مثلا من الاف السنين، يعني مش حاجه قريبه. لان لما بنيجي بنتكلم على مثلا التاريخ بتاع سيوه هنلاقي التاريخ اللي هو القدماء المصريين، هنلاقي مثلا اليوناني والروماني، فدايما يقولوا لك هي العيون دي القدماء المصريين يا اما الروماني.